نحن ببلدة كيفون بمركز إعادة تأهيل الطيور المنصابة بالصيد العشوائي بلبنان. هذا مركز بالأساس كان لإعادة تربية وإكثار النعار السوري المهدد بالانقراض عالمياً، بس اضطرينا نعمل هالمركز بسرعة لأنه كان في كتير صيد عشوائي وكان في كتير لقتل للطيور، وخاصة النسر اللي ورانا اللي هو النسر المصري اللي بيمرق ب 14 دولة يتقوص فوق لبنان، ما عاد في منه إلا أعداد قليلة جداً. اضطرينا نتصرف بسرعة لنحميه ونرجع نعيد إطلاقه، لكن للأسف الإصابة كانت كتير صعبة علي ورح نضطر نبعته بالطيارة. بينما الطير اللي بإيدي بزد هو بيهاجر فوق لبنان وممر أساسي عالمياً لهالطير فوق لبنان، صحته جيدة صار واليوم حاضر لحتى يهاجر. بالمناسبة كمان رح نكون عم نعلن أول أمباسدر للـ SPNL عالمياً اللي هو ماتيو مدير الشرق الأدنى بالأير فرانس وشمال أفريقيا. So I'm very proud to be nominated ambassador of SPNL. We have been working with SPNL for the last 18 months on a reforestation program, and we are very happy about the first results. We already planted 5,000 trees in Lebanon, and we will announce soon more plants, more programs to come. So I'm very happy to be part of SPNL, to be the ambassador, and that's here to stay. And Air France is also very involved in climate change, and that's why we are doing those reforestation program with SPNL, which helps capture CO2 and reduce the overall CO2 emissions.